السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم وفاء من ديليس باي وفاء. نتمنى تكونوا بألف ألف خير. اليوم جيت وجبت لكم معايا هاد الوصفة ديال لاكيش اللي كتجي غزالة، ونتمنى تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. مرحبا بكم ومرحبا بالناس اللي دخلوا جداد اللي انضموا للقناة ديالي، وشكرا على التشجيع ديالكم وشكرا على الكومنتر ديالكم. الله يعطيكم الخير ومرحبا بكم جميعا، وشكرا للجميع جميع، نورتوني وشرفتوني. وغادي ندوز باش نعطيكم المقادير ديال لاكيش، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي على هاد الشكل، غزاله وبنينه لذيذه بزاف والله العظيم. المهم غنتوكلوا على الله وغادي ندوزوا باش نعطيكم المقادير. البنات غادي نحتاجوا باش نحضروا الكيش. غادي نبداو على بركه الله. عندنا واحد البصيله غادي نقشرها ونقطعها صغيور غنشلضها، وعندنا الدجاج غادي نقطعو حتى هو صغيور. عندي الزيتون غادي نقطعوه، ونقطعو ديجا غنقطعو غنرقو، وغراف ديال الشامبينيو حتى هو غادي نقطعو، والربيع مقطع، مليحه، ابزار، وثومه غبره، وشويه ديال الزيت باش غادي نطيبو. والعجين غادي نحتاج لاباط فيتي واحد نص كيلو. المهم المقادير، انا غادي نوجد لاكيش بوغ 8 بيرسون وصافي. وغادي نحتاج لاكريم والبيض. خليكم معايا، غادي نقشر البصله ونقطعها وندوز باش نعطيكم الطريقه باذن الله تعالى. خليكم معايا ما تمشيو فين. بعد ما قشرت البصله غادي نقطعها، خليكم معايا، وغادي نديرها كتشحر هي وزويته وانا معاكم. البنات بعد ما قطعت البصله ها هي، غادي ندير معاها الزيت والملح والابزار، وغنخليها كتشحر على خاطرها. خليكم معايا، وغندير الابزار. المهم انا راه كتشوفوني ما كنخدمش بالعطريه بزاف، ما كنديرش العطريه كامله، كان اغلبيه كنخدم غير بالملحه والابزار. غادي ندير دابا ثومه غبره، وغادي ندير زويته، وغادي نمشي نشعل عليها، نخليها تشحر، وغادي نقطع الدجاج ونقطع الشامبينيون والزيتون ونطلقها. البصله راهي كتشحر كتبان لكم، خليكم معايا. ودابا غنقطع الزيتون كما كتشوفوا، حتى هو كيجي صغير. عندي الماكينه، عندي قطعات البصله، عندي كلشي، ولكن هذه هي اللي كتعجبني نقطع بها. صافي ساليت، غنخلي حتى تشحر البصله، وغادي ندير الدجاج، وعاد ندير الشامبينيو والزيتون. خليكم معايا. دابا البنات غادي ندوز باش نسرح العجين باش نديرها في المول ديالها. غادي نطيبها نص طياب، ها باش غادي نعمرها. كما كتشوفوا راه البصله كتشحر،
صراحة كتولي ذهبية. هذا كندير فيها الدجاج، راك شفتو انا ما كنديرش العطريه بزاف، لان السر غير في الطياب، كل حاجه طيب على حقها وطريقها، ماشي العطريه اللي كتبان. ما عرفتش واش كتبان لكم البصله ولا لا، انا راه علي تولي دوغي شويه وندير في الدجاج. دابا غادي ناخد هذه نديرها في المول كما كتشوفوا معايا. المهم الباتري عندي فيبل التليفون، غادي نديرو يتشارجا على ما ندخل هذه الطيب نص الطياب، حقاش كلشي غيكون طايب، غنبغيو غير لاصوص ديال البيض هي اللي طيب. صافي غنشعل الفران باش نديرها، وهادو غنصايب بهم لي كيش صغيورين. البنات بعد ما لي كيش كنعمرها بالحمص باش ما تنفخش ليا، كنعمرها بالحمص حتى طيب وكنخويها عاد كنعمرها بلافارس. المهم هانتوما معايا، دابا غادي ندخل الفران. ها هي البصله تشحرات، غادي نضيف فيها الدجاج كما كتشوفوا، وغادي نخليها لاكيش غندخلها وهادو غنخليهم يطيبوا. المهم البنات هذيك العجينه اللي بقات حضرت بها هادو. المهم هذيك اللي بقات غدير ليا شي خمسه حقاش مازال هادو غنقطعهم ونزيد بهم واحده اخرى. هانتوما البنات دابا راه الدجاج بدا كيدخل الطياب، غادي ندير شامبينيون وغادي نخليهم كيطيبوا حتى يطيبوا مزيان، عاد غادي نضيف الزيتون والربيع. غنديرهم دابا صافي تي يكملوا هادو الطياب، يكونوا علين يطيبوا صافي. قربت نطفي عليهم عاد ندير الربيع باش كتبقى ديك الريحه ديالو، وندير الزيتون صافي. غادي نقص عليه البوطون ونخليهم يطيبوا. العجينه راه مازال في الفران، غادي نخرجها عاد ندخل دوك الصغيورين. وهانتوما معايا، هانتوما البنات. المهم الدجاج راه طاب، غادي ندير الزيتون وغادي ندير شويه الربيع. منعاودش ليكم على ريحه مع الزيتون والربيع، على ريحه طالعه. خليكم البنات العماره راها وجدات، غادي نطفي عليها على ما تطيب ليا لاكيش العجينه عا باش نعمرها. ايوا خليكم معايا حتى طيب. بعد ما طابت لاباط دابا غادي نخلط لاكخيم مع البيض ومليحه وليبزار. هانتوما معايا ربعة البيضات فيها 200 غرام ديال لاكخيم.
عمرتش معاكم هاد الصغار تا بديت كنعمر فيهم، هاد قلت نشاركهم معاكم حتى هما. المهم درت الفخوماج، هاد الصغار كنصبق الفخوماج قبل لاصوص، ولاصوص درتها في هاد القرعه على حساب الصغار باش ما تسيحش ليا في لاطا، وطيبتهم غير دومي كويسون باش يطيبوا على خاطرهم، ماشي بحال الكبيره طيبتها كامله، هادو غنخليهم يطيبوا على خاطرهم. انتما معايا؟ المهم كنزرب حقاش نخلي الفران شاعل. انتما صافي، غندخلهم الفران يتحمروا ونخرجهم. نحاول نكمل هاد لاصوص كامله حقاش مع كيس صغار، بعد ما خرجتهم من الفران هما محمرين كيجيو على هذا الشكل. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال لاكيش ديالنا، كتجي على هذا الشكل وكتجي غزاله، والمذاق راه بنين، راه شفتوني انا درت 6 وهنا كاين غير 4، رانا دقناها غزاله وحتى في الطياب. واخا هذه الكبيره رانا حمرتها شويه بزايد، ها نتوما ما كتجي لا معجنه لا والو، شفتوا. ونتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على التتبع، وما تنساونيش من جيم وابوني الناس جداد وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا على الدعم ديالكم. وهذا كان، وبصحه وراحه.